ارحب بالاستاذ عماد والاستاذه نيفين. اهلا وسهلا بيكم. انت جاي تشتكي من مدام نيفين ليه يا استاذ عماد؟ مستحيل، رغم ان على فكره برضو مش معنى ان حد يكون سعيد انه مش بيشتكي، مش معنى ان حد بيكون سعيد ان مفيش مشاكل، لا اكيد بيبقى في عثرات وفي عقبات وفي كل حاجه. المشكله اللي احنا عايزين نقول قبل المشكله، طيب استنى بقى واحده واحده. اتفضل. الاول خلينا نتعرف بحضرتك ونعرف قصه جوازكو مدتها كام سنه. انا اسمي عماد خير الله. اهلا وسهلا. متجوزين من 19 سنة وشهر ما خدتش إفراج بقى لحسن السر والسلوك؟ إطلاقاً وإن شاء الله مش هناخد إفراج بإذن الله، مع بعض على طول دايماً في الـ في الـ في الـ في أي حاجة إحنا مع بعض، سواء حاجة كويسة أو حاجة فيها عقبات أو عثرات برضو. فبقالنا يعني كده داخلين في السنة العشرين إن شاء الله، وبإذن الله مكملين مع بعض يعني إن شاء الله. شاء الله. ممكن أكلم مدام نيفين بعد إذنك؟ فضل طبعا. نورتينا بنورك. طبعا قصة النجاح دي ما فيهاش إيد واحدة، أكيد فيها اتنين. أكيد صح؟ طبعا. ممكن تحكي لي بقى العشرين سنة دول عدوا عليك إزاي؟ هيبدأ من الأول كده بقى. انت بالك حزينة كده. لا لا مسافة طويلة بس. حسيتي بيهم؟ لا. كان فيهم عثرات؟ كان فيهم نجاحات؟ أكيد. طب عديتي المشاكل اللي مريتي بيها دي كلها إزاي يعني فين هم؟ والله بص حضرتك، أهم حاجة إن إحنا يعني إيه، أهم حاجة إن إحنا ما بيننا أولا تفاهم وحب، دي أول حاجة. خلاص مهما بقى الدنيا يعني جت علينا شوية، فرحتنا شوية، حزنتنا شوية، الدنيا ماشية بصراحة يعني. ممكن تغششينا؟ أوي أوش. بعد إذنك. أوي أوش. عشان إحنا الناس بيتفرجوا علينا، وإحنا النهاردة قلنا نجيب النماذج الناجحة اللي عدت 15، فأنتوا عدتوا 19 وداخلين في 20، فقولي لنا يعني تبس صغيرة كده أو حاجات صغنططة كانت سر نجاح العلاقة اللي دامت 19 سنة. أهم حاجة نصبر على بعض ونفهم بعض، وطبيعي في أي جواز لازم كل واحد عشان يعرف طبع التاني لازم هياخد مسافة، وهياخد يعني اكيد هيحصل دروبس كتير في الحياه، لازم برضه نعديها، لازم الواحد يكبر دماغه شويه، لازم هو يحتويني شويه انا احتويه شويه، اجي على نفسي شويه يجي على نفسه شويه، نعدي الامور يعني. هي طيب دي اسال حضرتك واقول لك. ممكن تقول لي، انا عرفت يعني من سياق الحوار ان حضرتك كنت بتسافر القاهره، انتوا قاعدين في محافظه تانية، وكنت بتسافر كل مره حضرتك كاتب صحفي، فبتتحرك كتير، بتغيب عن البيت فترات كبيره. ممكن تحكي لنا كواليس المواضيع ديت؟ أنا عايز أوجه تحية لنيفين، الناس استحملتني واستحملت طبيعة شغلي بجد المميتة، اللي برضو ما تختلفش عن طبيعة شغلك المميتة قوي. إحنا أنا سكننا الأول في قرية صغيرة، وكان دايماً بسافر شبه يومياً. محافظتي الغربية. الغربية. فبدأنا جواز فيها، الكلام ده من 19 سنة، فكنت بسافر يومياً القاهرة. بصراحة استحملت يعني كمان حتى أنا لما اشتغلت. استنى بقى استنى، حضرتك بتسافر كل يوم وبتقطع حوالي ساعتين أو ثلاثة لغاية ما تروح شغلك؟ تقريبا ثلاث ساعات. أيوة صح. ما تقنعنيش بقى أن هي ما كانش بيبقى عندها مشاكل في الوقت ده، كانت بكلمك توترك ولا كانت بتحل؟ طبعا في الأول، لا في الأول كان فيه إزاي يعني إيه أتصل بيك وإنت ما بتردش، غريبة ازاي ان انت ما تكلمنيش مرتين ثلاثة، غريبة. لحد لما بدأنا برضو هاخد كلمة نيفين قالتها، الصبر. لو قالوا لي قول نصيحة لأي حد متجوز او اي علاقة عموما حتى لو مش جواز، نصيحة في كلمة واحدة بأمانة مش هتكون اكتر من كلمة الصبر. والله اي حد يصبر على اي حاجة مش حلوة هتزول. بشكر الأستاذ عماد والأستاذة نيفين اللي 19 سنة على الحب متفقين. هنطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا في بيت سعيد.